ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألفاريز أنه سيزور المغرب محافظا على التقليد الإسباني الذي خرقته الوزيرة السابقة المقالة أرانشا غونزاليس. وزير الخارجية الجديد وجه رسائل ود إلى المغرب ووصفه بالصديق الكبير، مؤكدا أن أحد مهماته الأساسية هي تطبيع العلاقات مع الرباط. وذكر ألفاريز أنه سيقوم بزيارة إلى الرباط لمحاولة تهدئة الأمور بعد 3 أشهر من التوتر الدبلوماسي بين البلدين. ونقلت صحيفة الفارو دي سيوتا أن إقالة غونزاليس لايا لاقت ترحابا كبيرا في المغرب، مشيرة إلى أن الرباط تفكر هي أيضا في تغيير السفيرة المغربية بإسبانيا كريمة بن يعيش. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.